موضوع الساعة اللي كيشغل الرأي العام المغربي والدخول المدرسي، وحنا ما غنتوقفوش عند العثرات ديال الدخول المدرسي، سواء الخريطة المدرسية ولا ضعف الموارد البشرية ولا الاكتظاظ ولا الإضرابات التي تلوح في الأفق التي يهدد بها رجال ونساء التعليم. لا، غادي نتوقفوا على واحد الموضوع خطير حتى واحد ما كيدب عليه، لا حكومة لا برلمان لا أحزاب لا أكاديميات. والخطير في الأمر أن هذا الموضوع كتعرض فيه الجيوب ديال الآباء والأمهات للاستنزاف والافتراس كل عام. ما كاينش فينا اللي ما عندوش ولد ولا بنت اللي في نهاية السنة الدراسية ملي كيجي يتحاسب كيلقى راسو واحد 3 ولا 4 دفاتر شراهم ولكن لم يستعملوا اطلاقا، يعني اهدار ديال المال العام من جهه، وكنتقلوا على الدريب واحد الحموله اللي فوق الطاقه ديالو. حنا كنعرفوا بان العدد ديال التلاميذ في المغرب هو 8 مليون من التحضيري حتى للباك، ولكن الفئه العمريه اللي كتهمنا حنا بالدرجه الاولى في هذا الموضوع هي ديال الابتدائي والاعدادي، اللي حوالي 6 مليون ديال التلاميذ. ولا مشينا في المعدل العادي اللي هو واحد جوج دفاتر اللي كيضيع فيهم التلميذ ما كيستعملوهمش نهائيا، يعني كنلقاو واحد يعني 12 مليون ديال الدفاتر. وحنا هاد الفتره هذا نمشي لاي مكتبه عاديه راه كيتباع ما بين 4 دراهم ونص حتى 5 دراهم، يعني الاباء والامهات كيترزاو كل سنه في 6 مليون ديال الدرهم في الوقت اللي كان خصو يشري بها صباط لولدو ولا مونيك البنت باش تلعب بها ولا يشري بها شي حاجه ياكلوها الدراري كديسير ولا كحلوه الى اخره. علاش؟ حيت هاد الوراق باش كنطابو حنا هاد الفتر راه ما كيجوناش هبه من السماء، راه كنشريو بالعمله الصعبه، كنجيبو الوراق من السوق الدوليه بدم جوف المغاربه. علاش؟ حيت الدفتر تقريبا العادي ديال 50 ورقه اللي الكابري ديالو 21 سنتيم ولا 29 سنتيم، الكراماج ديالو حسب لي زامبريمور اللي استشرنا معاهم في الدار البيضاء كلها يعني كيتقام تقريبا واحد 200 غرام، والبوبينه الواحده باش نصايبوا حنا ذاك الدفتر كتعطينا 1700 دفتر. اذا الا عندنا 12 مليون دفتر كيف قلنا قبيله، المغرب كيشري من السوق الدوليه 3530 بوبينه وكيلوحها في الزبل حاشاكم، لا تستعملوا نهائيا، اي 1800 طن في السنه اللي كتضيع علينا. وحنا كنعرفوا بان الثمن ديال الكيلو باش كنصايبوا ذاك الوراق ديال ذاك الدفتر راه هو 18 درهم فاصله 5 في السوق الدوليه، يعني في العام الخزينه العامه زائد الاباء اللي ضاعوا في 600 مليون ورزيناهم في 6 مليار ديال السنتيم، الخزينه العامه كتضيع 33 مليون ديال الدرهم، يعني 3 مليار و300 مليون ديال السنتيم، اي ما يوازي بناء 11 مدرسه، وهذه المدرسات يعني كل وحده بامكانها انها تستوعب 400 تلميذ، اي 4400 تلميذ في العام، ليس هذا وحسب، بل هناك ما هو ابشع وافظع، الا هو الجانب الصحي ديال التلاميذ، لان ملي كنبقاو ننتقلوا على التلاميذ في الكارطابل بالدفاتر ما كيستعملوهمش نهائيا، يعني الحموله ديال المحفظه كتاثر على العمود الفقري ديال الدري وكتاثر على المشي ديالو وكتاثر لي على الصحه ديالو. والمعدل العالمي حنا كنعرفوه حسب الاطباء بان الكارطابل ما خصش الوزن ديالها يفوت 10% من الوزن ديال التلميذ، بمعنى واحد الدري عنده ولا دريه عندها 11 سنه الوزن ديالهم تقريبا 34 كيلو لواحد، يعني المحفظه ما خصهاش تفوت 3.4 كيلو في الوزن ديالها، ودري او دريه عندها 13 سنه الوزن ديالهم 44 كيلو، المحفظه ما خصهاش تفوت 4 كيلو. لكن للاسف الشديد كنلقاو حنا الوليدات ديالنا والبنات ديالنا يعني ديك المحفظه كيبقى يشارجيو فيها يشارجيو فيها ويتقلوا عليهم فيها، ما عرفناش واش غادي للمدرسه ولا غادي يجاجيو في الحرب مع المارينز. وهذا الموضوع خص الاكاديميات والحكومه والبرلمان والنقابات يبتوا فيه في اقرب وقت باش يتحدد واحد العتبه اللي ما يمكنش هذا التبديل يبقى غادي الى ما لا نهايه.